السلام عليكم. دريد عبد اللطيف، مخرج مسرحية ميزاجور. مسرحية ميزاجور تحكي عن، هي خاصة ميزاجور مش تعني، تعني أبديت، تحديث من الماضي إلى الحاضر. فمسرحية ميزاجور حاولنا أن نجسدوا المدرسة، نجسدوها في المدرسة قبل في الماضي والمدرسة في الحاضر. فدخلنا فيها ياسر أفات اجتماعية في نفس المسرحية. أن نقدم لكم اليوم إن شاء الله مسرحية ميزاجور 2.0، إن شاء الله تعجب الجمهور تاع الواد، ونشكر الجمهور تاع الواد اللي حضر هنا اليوم بقوة، نشكر الجمهور الواد، ونشكر المسؤولين على قطاع الثقافة والفنون في الولاية، وكل جمهورنا الكريم، وكل الشباب والولاد تاعنا، بارك الله فيكم. هي أول تجربة في المسرح، ونحب نشكر الشيخ محمد أحمد عمراني وعبد اللطيف دريد المخرج تاع المسرحيه على الفرصه هذه اللي اعطوها لي باش نتواجد هنا في المسرحيه وكدور رئيسي يعني في المسرحيه. ونحب نشكر جميع الحضور اللي حضروا معنا اليوم واستمتعوا وعجبهم، وان شاء الله يكون عجبهم العرض.